احنا كلنا طبعا كلاعيبه وكجمهور يعني كلاعب الاول طبعا احنا زي ما قلت انا واحد من الناس تعاملت مع الفتره اللي فاتت كلها طبعا هنفتقد يعني الفتره اللي فاتت كلها الفتره اللي جايه بس هو خد القرار بس هو القرار كان صعب عامه بيبقى على اي حد يبقى صعب والكابتن حسام احنا تعلمنا منه كتير كابتن غالي تعلمت منه يعني ايه روح الفينة الحمراء يعني ايه تحب النادي الاهلي يعني ايه الكيان جوه الملعب الروح بتاعته جوه الملعب قائد جوه الملعب بره الملعب شخصيه مش عايز اقول لك عامله ازاي من الشخصيات اللي انا بحبها جدا احنا نفتقد جوه الملعب ان هو بيدينا روح جوه الملعب ان هو بيبقى حاجه يعني ايه بيغير على الفرقه الحاجات دي كلها احنا متعلمنا منه بره الملعب طبعا شخصيه زي ما اقول لك محترمه جدا واحنا بنحبه كل لعيبه زي ما انت شايف كلها بتحبه يعني افتقده بس ان شاء الله القرار اللي هو اخده ده انا عارف اللي هو كان صعب بس ان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى اي توفيق لي طبعا في المرحله اللي جايه اللي هو هيختارها ان شاء الله يعني وبقول له هو احنا هنا موجودين في الامارات عشان احنا نسنده ونقف جنبه ربنا معاك في اللي جاي انت من الشخصيات اللي انا بحبها جدا على المستوى الشخصي وبالتوفيق الفترة الجاية وربنا يكرم كده إن شاء الله اللعبة كلها مركزة احنا الماتش اللي ترجع احنا عملنا ماتش كويس جدا وأداء كويس والروح كانت موجودة بس ما كانش في توفيق معنا إن شاء الله الماتش الجاي يبقى معنا توفيق وإن شاء الله نفس الروح الماتش بتاع الترجي وإن شاء الله نرجع بتاعتها بونتج